الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أصحاب القرآن في لقاء ماتع ونافع بإذن الله عز وجل في هذا اليوم، حيث يحل ضيفنا الأستاذ فضيلة الشيخ عمرو الشرقاوي حفظه الله، صاحب كتاب المشوق إلى القرآن، يأخذنا بعيدا نحو تجليات وهدايات قد تجلت في كتاب الله عز وجل، تجربة كما عبر عنها حفظه الله، تجربة تخوضها ونعيم تتذوقه، ومهما أخبروك عنه فلا بد أن تحياه بنفسك. يتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا في لقاء نشتاق معه إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. في البداية أود أن أشكر الإخوة الكرام في مجمع إتقان التعليم لتحفيظ القرآن الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا وإياهم من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا، وأن يجعل كل من استمع إلى هذا اللقاء من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانه وبحمده. والحديث عن القرآن هو حديث البركة وحديث الخير وحديث استمداد المجد من هذا الكتاب العزيز، فإن كل متعلق بهذا القرآن الكريم يأخذ منه بقدر ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى، أو بقدر تعلقه بهذا الكتاب العزيز. يعني كل من يتعلق بكتاب الله عز وجل فإنه يقتبس من نور القرآن الكريم، ويقتبس من خير القرآن الكريم، ويقتبس من بركة القرآن الكريم، ويقتبس من مجد القرآن الكريم. فإن الله عز وجل قد وصف هذا الكتاب العزيز بعدة أوصاف كما وردت في القرآن الكريم، وهذه الأوصاف التي وصفها الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب العزيز هي أيضاً أوصاف يتلقاها من يتعلق بهذا القرآن الكريم. يعني القرآن هدى، لذلك من تعلق بكتاب الله عز وجل فإن الهداية، فإنه يأخذ من الهداية بقدر تعلقه بكتاب الله عز وجل. فإذا قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإن المؤمن يأخذ من الهداية بحسب تعلقه بكتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن بركة، القرآن خير، القرآن نور، إلى آخر هذه الأوصاف. القرآن ذكر، القرآن ضياء، القرآن رحمة، إلى آخر هذه الأوصاف التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. هذه الأوصاف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الإنسان يأخذ منها بقدر تعلقه بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في غار على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد في هذا الغار الليالي ذوات العدد، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. فلما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. وفي كل مرة يأخذه جبريل عليه الصلاة والسلام ويضمه جبريل صلوات الله وسلامه عليه،
ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالإنسان موعود بالكرم إذا قرأ هذا القرآن الكريم، الإنسان موعود بالكرم إذا قرأ هذا القرآن الكريم. والكرم الذي وعد به الإنسان ليس كرم إنسان، وإنما هو كرم الأكرم سبحانه وتعالى. لا أكرم من الله عز وجل، لا أكرم من الله عز وجل. ولذلك الإنسان لو تعلق بهذا القرآن المجيد فإن الله عز وجل يكرمه في الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل يكرمه في الدنيا والآخرة. هذا القرآن المجيد الذي ظل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة بعثته صلوات الله وسلامه عليه، افتتح الله عز وجل بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. واختتم بقوله سبحانه وتعالى، أي في النزول أقصد، بقول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما يعني الله سبحانه وتعالى افتتح هذا القرآن العظيم بالأمر بالتعلم والأمر بأن الإنسان يتعلم، واختتم بقوله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلذلك الإنسان بقدر تعلقه بكتاب الله عز وجل يأخذ من أوصاف هذا الكتاب، يأخذ من أوصاف هذا الكتاب العزيز. هذا القرآن لماذا أصلا نقبل عليه؟ يعني هذا هو السؤال الذي نود أن نسأله لأنفسنا، لماذا نقبل على هذا القرآن المجيد؟ إننا نقبل على القرآن المجيد لعدة أمور. أول ما نقبل عليه أو أول سبب أو من أهم الأسباب التي تجعلنا نقبل على كتاب الله عز وجل، أن القرآن المجيد هو الذي يعرفنا بأنفسنا، هو الذي يعرفنا بأنفسنا. يعني نحن نقبل على كتاب الله عز وجل لكي نعرف من نحن، لكي نعرف من نحن. والإنسان في هذه الدنيا وفي هذا العالم وفي هذا الأفق الممتد يبحث عن ذاته أو يبحث عن نفسه، لكنه لن يعرف نفسه، لن يعرف نفسه. لماذا؟ لأنه لم يكن شيئا مذكورا، لأنه لم يكن شيئا مذكورا. طيب كيف يعرف الإنسان نفسه؟ كيف يتعرف الإنسان على داخله؟ كيف يتعرف الإنسان على طريقه؟ كيف يتعرف الإنسان على 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 يعني على السبيل الذي سيصل إليه، الطريق، نهاية الطريق التي سيصل إليها الإنسان؟ كل هذه الإجابات موجودة في كتاب الله عز وجل، في القرآن الكريم، تعريف دقيق ووصف عظيم للإنسان، لحقيقة الإنسان، لحقيقة الإنسان، لحقيقة النفس الإنسانية. ولذلك أنت تقرأ في كتاب الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى آخر سورة المباركة، وهي سورة الإنسان، سورة الإنسان. وطبعا يعني هذا يؤخذ منه معنى، يؤخذ منه معنى، يعني إن اسمها سورة الإنسان أو أن هذه السورة هي سورة الإنسان، أي السورة التي تعرف بالإنسان، تعرف بالإنسان من حيث كونه إنسانا، حيث كونه إنسانا. يعني من حيث كونه إنسانا، يعني لا تفرق بين أحد وأحد. هذه السورة تعرف المسلم،
وتعرف الكافر وتعرف الصالح وتعرف غير الصالح وتعرف الذكر وتعرف الأنثى. هذه السورة تعرف الإنسان، الإنسان الذي تكمن فيه الإنسانية، بغض النظر عن أي وصف زائد عن هذه الإنسانية، بغض النظر عن أي وصف زائد عن هذه الإنسانية. هذه السورة تعرفك بنفسك. تقرأ في كتاب الله عز وجل: قتل الإنسان، ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمر. الله أكبر. انظروا أيها الكرام، هذه الآيات سطرين أو ثلاثة أسطر في كتاب الله عز وجل، ومع ذلك تعرف بالإنسان تعريفا دقيقا. لو اجتمعت الإنس والجن أن يعرفوا الإنسان بمثل هذا التعريف لن يستطيعوا، لن يستطيعوا أن يعرفوه بمثل هذا التعريف. قتل الإنسان، ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، يسر له سبيل الخروج من بطن أمه، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمر. هذه هي حياة الإنسان، هذه دورة حياة الإنسان. ينزل من بطن أمه، ثم يعيش في هذه الدنيا، ثم يوضع في القبر، ثم يقوم يوم يقوم الناس لرب العالمين. القرآن الكريم يكشف دواخل النفس الإنسانية. قتل الإنسان أي قتل الكافر، ما أكفر. أي موضع في القرآن الكريم فيه قتل فالمراد به الكافر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فهذا فيه ذم لمن يسلك هذا السبيل، والعياذ بالله، جعلنا الله من أهل الإيمان. طيب، فربنا سبحانه وتعالى يكشف في القرآن الكريم حقيقة النفس الإنسانية، يكشف للإنسان، يكشف ربنا سبحانه وتعالى يكشف للإنسان يعني دواخل نفسه، يكشف للإنسان دواخل نفسه. طيب، ما معنى يكشف للإنسان دواخل نفسه؟ إذا أراد الإنسان أن يتعرف تعرفا دقيقا على أحوال النفس الإنسانية فليقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني يقرأ كتاب الله عز وجل. إذا أراد أن يتعرف على حقيقة النفس الإنسانية، تقرأ في كتاب الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، إلا المصلين. فتقرأ في حقيقة ما يعتري الإنسان: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. هذه حقيقة النفس. ولذلك كما عبر بعض الكتاب، كان يعبر بقوله: إن الإنسان لا يلبث وهو يقرأ القرآن الكريم، لا يلبث وهو يقرأ القرآن الكريم لكي يكتشف هذا القرآن الكريم، إلا أنه يجد أن هذا القرآن هو الذي يكتشفه، أن هذا القرآن هو الذي يكتشفه، يعني يتحول القرآن من مقروء إلى قارئ. يتحول القرآن الكريم، الإنسان بيقرأ في كتاب الله عز وجل، فيتحول القرآن الكريم من كتاب تقرأه إلى كتاب يقرأه. وكيف لا يقرأنا القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو كلام الله العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فمن أعظم الأمور التي ينتفع بها الإنسان إذا قرأ كلام الله عز وجل إن هو الإنسان يكتشف ذاته، يكتشف الإنسان نفسه، يتعرف الإنسان على حقيقته. فإذا ما تعرف الإنسان على حقيقته سأل عن الحقائق الخارجية. وأول حقيقة خارجية يسأل الإنسان عنها: من الذي أوجده؟ ولذلك نبه الله عز وجل على هذا في قوله: إنا خلقنا الإنسان. فيتعرف الإنسان على خالقه سبحانه وتعالى، وعلى رسالة هذا الخالق العظيم إليه، وعلى رسالة هذا الخالق العظيم إليه.
فالإنسان إذا تعرف على حقيقته وماهيته يتعرف على ربه سبحانه وتعالى، على خالقه، على موجده سبحانه وبحمده. إذا أراد الإنسان أن يتعرف على الله عز وجل فليس هناك أعظم من كتاب الله عز وجل لكي تتعرف به على الله سبحانه وتعالى. تقرأ في القرآن العظيم كله من أوله إلى آخره تعريفا برب العالمين سبحانه وتعالى، من أول صفحة في كتاب الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. في أول صفحة في كتاب الله عز وجل تقرأ كيف أن القرآن المجيد، أن كتاب الله العظيم سبحانه وتعالى ذي الذكر، يعرفك على الرب سبحانه وبحمده، يعرفنا على الله سبحانه وتعالى. سور بأكملها تعرف بالله عز وجل. اقرأ سورة الأنعام من أولها إلى آخرها تجد أن سورة الأنعام زاخرة بالحديث عن رب العالمين سبحانه وتعالى. تقرأ سورة الإخلاص وهي من أقصر سور القرآن الكريم. سورة الإخلاص من أقصر، لا نقول من أصغر، وإنما نقول من أقصر، لأن القرآن كله عظيم، كل سور القرآن عظيمة. تقرأ في سورة الإخلاص في قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تقرأ في سورة الإخلاص تعريفا دقيقا برب العالمين سبحانه وتعالى. القرآن المجيد يعرفك برسالة الله إليك، فتتعرف من خلال القرآن الكريم على الرسالة وعلى المرسل بهذه الرسالة. تتعرف على الرسالة اللي هي القرآن، ولذلك اجتمع في القرآن أنه الرسالة وآية الرسالة. القرآن الكريم هو الرسالة وهو آية الرسالة، برهان صدق الرسالة. القرآن الكريم آية الرسالة بمعنى أنه أقام الأدلة على صحة هذه الرسالة وعلى صدق المرسل بها صلوات الله وسلامه عليه. تقرأ في القرآن الكريم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ في القرآن الكريم كيف أن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه كان صادقا فيما يبلغ عن الله عز وجل، لأنه لو لم يكن، وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه، لو كان كاتما شيئا من الوحي كان كتم بعض الآيات، كتم والله يعصمك من الناس. كيف يعني لهذا الإنسان أن ألا يخشى على نفسه، كيف لا يخشى على نفسه ويعلنها صريحة لهم، فيقول لهم ويخبرهم والله يعصمك من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ في كتاب الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا ينسب لنفسه صلى الله عليه وسلم معرفة الغيب. تقرأ في القرآن الكريم عتاب رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، إلى آخر السور، يعني إلى آخر هذا العتاب. تقرأ في القرآن الكريم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. تقرأ في كتاب الله عز وجل التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرأ أيضا التعريف بالرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك القرآن الكريم فيه محكمات الشرع، أمهات الشرائع في كتاب الله عز وجل. يعني القرآن الكريم فيه أقيم الصلاة، ويأتي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو المرسل عليه الصلاة والسلام، يأتي لكي يوضح لنا هذا القرآن الكريم، لكي يبينه لنا، لكي يبين لنا ما أجمله القرآن، لكي يفصل لنا ما أجمله الوحي. فتجد أيضا أن القرآن الكريم يعرفك بالرسالة ويعرفك بالمرسل بهذه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. القرآن الكريم يعرفك بالمصير، يعرفك بالمصير، والمصير هو ما تصير إليه. أنت في هذه الحياة الدنيا تسير،
لكن إلى أي شيء تسير؟ كل الناس يسير، يعني كل الناس يسير، لكن الأقل هو من يعلم إلى أين يصير. وصحيح كل الناس يغدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إحنا عارفين إن الناس كلها يعني تسعى، الناس كلها، الكافر يسعى والمؤمن يسعى، لكن القرآن الكريم بيديك نظرة مآلية، نظرة مآلية. يعني لو إحنا افترضنا إن إحنا في مفترق طرق إلى بلد، إلى مكة شرفها الله سبحانه وتعالى، نحن في مفترق طرق ونحن ذاهبون جميعا إلى مكة، ذاهبون جميعا إلى مكة، فجأة انكشف أمامنا الطريق فرأينا أن هذا الطريق هو الصواب وأن هذا الطريق هو الخطأ، أي الطريقين نسلك؟ العاقل يستحيل أنه يسلك الطريق الخطأ، يستحيل أنه يسلك الطريق الخطأ، العاقل لابد أن يسلك الطريق الذي يعلم يقيناً لأنه انكشف أمامه خلاص. وإحنا خلاص الغيم ارتفع عنا وأصبحنا نبصر الطريق حق الإبصار، نبصر الطريق حقا، فإذا أبصرنا الطريق حقا سلكناه، إذا أبصرنا الطريق حقا سلكناه. فلذلك القرآن الكريم بيعطيك هذه النظرة، هذه النظرة الإيه؟ هذه النظرة المآلية، إن القرآن الكريم بيعطيك المآل، كما قال الله عز وجل أيضا في سورة الإنسان، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لنبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أعطيناه الآلات، إن هديناه السبيل بينا له الطريق إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، إلى آخره. يبقى القرآن الكريم بيعطيك النظرة المآلية، يقول لك إن سلكت هذا الطريق فهذه نهايته، وإن سلكت هذا الطريق فهذه نهايته. ولاحظوا أيها الكرام أن القرآن الكريم يعرف بالمآل في السورة التي نكررها كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الطريق، هذا الطريق يا عباد الله. وذلك أي مسلم، أي مسلم لا يحتاج إن هو حتى لو لم يستطع المسلم إن هو يقرأ القرآن الكريم، يقرأ كل القرآن الكريم يعني، فإنه أيضا يستطيع أن يتوصل إلى رسائل هذا القرآن الكريم من محفوظه ولو قل. فما بالنا أيها الكرام بمن يحفظ كتاب الله كاملا، هو أحق الناس، أحق الناس بأن يتعرف على هذا الكتاب العزيز وأن يتعرف على رسائل الله عز وجل إليه بقدر محفوظه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى آتاه درجة لم يؤتها لغيره، فقال الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل يوم القيامة، اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وذلك الإنسان وهو يحفظ كلام الله عز وجل، أو هو يقرأ كلام الله عز وجل، أو هو يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون هذه الأسئلة حاضرة في نفسه. القرآن الكريم يجيب عن كل تساؤل يرد على القلب في هذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها، هذه الفتن المتلاحقة التي تأتي على الإنسان، هذه المفاهيم التي تطل على الإنسان من هنا وهناك، لا يستطيع المرء أن يكون يعني حقيقة هذا المفهوم صح ولا غلط، صواب أم خطأ، هذا المفهوم حق أم باطل. القرآن الكريم هو الذي يعطيك آلة الإبصار، لكنها ليست كأي آلة إبصار. القرآن الكريم يعطيك آلة الإبصار زي مثل هذه النظارة،
لو خلعت هذه النظارة لا أستطيع أن أبصر، لا أرى شيئاً، لكن إذا لبست هذه النظارة رأيت الأمور على حقيقتها. القرآن الكريم بمثابة هذه الآلة التي تعطيك البصر الذي يميز بين الحق والباطل. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هذه هي البصائر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. شوف، وأن أتلو القرآن، أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فشوفوا يا أخوانا، انظروا يا كرام، انظروا يا كرام، وأن أتلو القرآن أسلوب حصر، هذا أسلوب حصر. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولو كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. لأن تلاوة القرآن ليست مجرد تلاوة اللفظ، وإن كانت تلاوة اللفظ عظيمة ومقصودة، لكن الأعظم تلاوة المعنى. تلاوة المعنى أي اتباع هذا المعنى، هذا هو الأعظم، هذا هو المقصود الأعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى. وذلك القرآن الكريم كما قلنا يتحول الإنسان معه من أعمى أو أعشى إلى مبصر، إلى مبصر في أحلك الظلمات. في أحلك الظلمات يعطيك القرآن الكريم نظرا ثاقبا، يعطيك القرآن الكريم يعني يعطيك القرآن الكريم يعني الرؤية الحقة التي تنتشل الإنسان من الظلمات، وتنتشل الإنسان من براثن الفتن التي يعني يمتلئ بها هذا العالم، إلى نور الإيمان، إلى حقيقة الهداية، إلى عظيم الراحة والسكينة. ولذلك لما علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الحقيقة، أقبلوا على كتاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ورده صلوات الله وسلامه عليه أبدا، كان لا يدع ورده صلوات الله وسلامه عليه أبدا. ونحن بحاجة، بل بأمس الحاجة، إلى أن نتصالح مع هذا القرآن العظيم، إلى أن نتصالح مع هذا القرآن العظيم. ومن أعظم طرق التصالح مع كتاب الله عز وجل أن تبدأ بقراءة هذا القرآن العظيم، أن تبدأ أن تكثر من تلاوة هذا القرآن العظيم. لكنها تلاوة لا كالتلاوات السابقة، تلاوة لا تنتظر فيها موعدا، تلاوة لا تنشغل فيها بغير القرآن، لأن القرآن كتاب عزيز لا بد أن تعطيه أنفس ما تملك من أوقات. فأقبل على كتاب الله، وإياك أن تبخل، فإن من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فإنما يبخل عن نفسه. فلا بد أن تخلو بكتاب الله عز وجل، أن تقرأه في ظلمة الليل، أن تقرأ ما تحفظه من كتاب الله عز وجل. شيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كان يقرأ، كان يوصي تلميذه الشيخ عطية سالم رحمه الله أن يكثر من قراءة القرآن الكريم في الليل، في قيام الليل، أن يكثر من قراءة القرآن الكريم في قيام الليل. فأول شيء تقبل على وتخلو بهذا الكتاب العظيم، لتكون من الأمة القائمة التي تتلو كتاب ربها آناء الليل، فتسجد لمن هذا الكلام كلامه سبحانه وتعالى، فتقترب واسجد واقترب. فأول طرق التصالح والإقبال على كلام الله أن تقرأ هذا القرآن العظيم، وثاني الطرق أن تفهم هذا القرآن الكريم. كالإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله صاحب التفسير العظيم يقول: إني لأعجب ممن لا يعرف أو يعلم معاني القرآن الكريم، كيف يلتذ به، كيف يلتذ من لا يعرف معاني كلام الله سبحانه وتعالى. فالقلوب الحية تجري في مضمار المعاني القرآنية، والقلوب المكبلة بالخطايا
ما زالت تزحف في الخطوط الأولى، لكن إياك أن تيأس، إياك أن تيأس، لأنك مهما استمعت إلى القرآن أو قرأته فأنت آخذ في الاهتداء ولا بد، أنت آخذ في تبديد ظلمة القلب واستبدال النور به وتخلية القلب من الران الذي أكسبته إياه بنفسك. فالفقيه هو من يحرص على مجاهدة نفسه ليتمتع بهذا القرآن مهما طال به الزمان، حتى ولو مات، حتى ولو مات في هذا الطريق، حتى ولو مات في هذا الطريق. وحسبنا الرجل الذي قتل 100 نفس لما وجدوه أقرب، وجدوا هذا الرجل أقرب إلى أرض الطاعة. فأيضا إذا وجدك الله عز وجل أقرب إلى القرب من كتاب الله عز وجل، فإن ذلك فيما نرجو أن يكون رافعا لك ويعني معليا من شأنك أمام الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، يعني المربوطة برباط، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فالقرآن الكريم كتاب عزيز له أسرار لا تظهر إلا بطول المصاحبة. فكلما ازدادت صحبة المرء مع القرآن ازداد معرفة بأسراره وآياته وبيناته. الإنسان لابد أن يكون حريصاً على أن يكون من أهل القرآن. إن لله أهلين من الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فلابد أن يكون الإنسان حريصاً أن يكون من أهل القرآن، أن يكون من أهل الله سبحانه وتعالى، أن يكون من أهل الله سبحانه وتعالى. طيب، القرآن الكريم يعطي الإنسان، يؤتى بالقرآن يوم القيامة، وأهل القرآن الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. هذا القدوم على الله سبحانه وتعالى، لما تقدم كده في صحبة كتاب الله سبحانه وتعالى، في صحبة القرآن الكريم، تخيل إن يوم القيامة في، يعني لو الإنسان يعني أعطى نفسه كده إن هو يعني يستمتع بهذا المنظر، تخيل إن يوم القيامة الناس كلها قادم، كل واحد قادم بشكل، وأنت قادم بكتاب الله تتلوه. الله أكبر، أنت قادم بهذا القرآن العظيم، تخبر عن الله عز وجل بهذا القرآن العظيم. لذلك لا يتقرب أحد إلى الله عز وجل بأعظم ما خرج منه، كما قال بعض السلف: لا يتقرب إلى الله عز وجل بأعظم ما خرج من الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان لابد أن يكون حريصاً على الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى، على الإقبال على أنوار هذا القرآن العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهله في الدنيا والآخرة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك ورده صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، لا يترك ورده صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا. قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يرجع التكرير عليه الصلاة والسلام، الترجيع اللي هو تكرار، يعني تكرار التلاوة. والتلاوة التي ننشدها أيها الكرام، كما قلت، وأن أتلو القرآن ليست مجرد تلاوة اللفظ، وإن كانت تلاوة اللفظ سبيل إلى إحسان تلاوة المعنى، يعني لما تتعلم تجويد أو تتعلم إزاي تتلو كيف تتلو كلام الله عز وجل تلاوة سديدة، فأنت بذلك هذا مما يعين الإنسان على تلاوة المعنى التي هي مقصود كتاب الله سبحانه وتعالى. وإنك لتلقى القرآن، تستحضر أن هذا القرآن هو الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
تقبل على هذا القرآن العظيم وتعلم أن هذا القرآن العظيم سيعطيك حلاوة كلما زدت تلاوة. ولذلك كان بعض السلف يقول القرآن كالتمرة، القرآن كالإيه؟ كالتمرة. تمرة إذا أخذت التمرة ووضعتها في فيك ثم جعلت تمضغ هذه التمرة، كلما مضغت هذه التمرة أعطتك حلاوة، مع كل مضغة لهذه التمرة تعطيك حلاوة. فكذلك القرآن العظيم كلما زدته مضغا أعطاك حلاوة، القرآن كلما زدته مضغا أعطاك حلاوة. تمام. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتعاهد هذا القرآن العظيم، ويعني وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه أن تجعل القرآن ربيع قلبي. كان يقول، وده سبحان الله، يعني شوفوا يا إخواننا إن ده دعاء اللي هو دعاء الهم والحزن. ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيه حكمك، عدل فيه قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. شوف يا إخواننا، القرآن الكريم مصدر لدفع الحزن، لدفع الحزن والغم عن الإنسان، لدفع الظلمات التي يجدها الإنسان حوله. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالقرآن الكريم. وذلك كان ابن باديس رحمه الله يقول: فوالله الذي لا إله إلا هو ما رأيت وأنا ذو النفس الملأى بالذنوب والعيوب أعظم إلانة للقلب واستدرارا للدمع وإحضارا للخشية وأبعث على التوبة من تلاوة القرآن وسماع القرآن، من تلاوة القرآن وسماع القرآن. ولذلك الأئمة الكبار، ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن الكريم. وكان الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله أحد علماء الهند الكبار وأحد أئمة التفسير وأئمة العلم، كان يقول: ولما كانت هذه المشاغل تمنعني عن التجرد لمطالعة القرآن المجيد ولا يعجبني غيره من الكتب التي مللت النظر في أباطيلها غير متون الحديث وما يعين على فهم القرآن، تركت الخدمة يعني العمل ورجعت إلى وطني وأنا بين 50 و60 من عمري، فيا أسف على عمر ضيعته في أشغال ضرها أكبر من نفعها. ونسأل الله الخاتمة على الإيمان. وكان سيد هؤلاء جميعا وسيد من سادات المسلمين وإمام من أئمتهم، وهو الإمام الثوري رحمه الله، كان يقول، سفيان الثوري كان يقول: ليتني اقتصرت على القرآن، ليتني اقتصرت على القرآن. فلذلك أقبلوا على كتاب الله عز وجل لكي تتنعموا بهذا القرآن العظيم. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. تخيلوا يا أخوانا إن رب سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة، في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. ليه؟ ورتل القرآن ترتيلا. طب يعني ما الذي نزل من القرآن وقتئذ يا رب؟ يعني القرآن لم يكن نزل وقتئذ وقت نزول سورة المدثر إلا بضع آيات، لا آيات من كتاب الله عز وجل، بعض آيات نزلت في القرآن الكريم. الله عز وجل ومع ذلك يقول: ورتل القرآن ترتيلا، قل أعد، قم الليل كله إلا قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحبوا كتاب الله، أحبوه
نزول الوحي على رسول الله. لما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تخيل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، أبو بكر وعمر، قال أبو بكر لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت أم أيمن، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. تخيل إن هو إن هي زعلانة أم أيمن رضي، حزينة أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، حزنت لأجل ماذا؟ لأجل أن الوحي قد انقطع من السماء. هذه محبتهم للوحي. كان أبو الحلال ربيعة ابن زرارة العتكي رحمه الله يقوم آخر الليل بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن مع إطالة السجود والانكسار والتذلل لله عز وجل، ولما كبر سنه وضع له مقام مرتفع يسجد عليه، وكان يقول في سجوده: اللهم لا تسلبني القرآن، اللهم لا تسلبني القرآن، يعني الله أكبر، اللهم لا تسلبنا القرآن يا رب، اللهم لا تسلبنا القرآن. خيالوا يعني علي بن الحسين لما سئل عن القرآن قال: كتاب الله وكلامه، كتاب الله وكلامه. سبحان الله. لما سحنون الإمام المالكي قال: رأيت ابن القاسم، أحد كبار أئمة المالكية، رأيت ابن القاسم في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: وجدت عنده ما أحببت. قلت: فأي عمل وجدت؟ قال: تلاوة القرآن. قال: تلاوة القرآن. فكان السلف يتنعمون بهذا القرآن العظيم. يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله كان يقول: أشتهي من الدنيا شيئين، بيتا خاليا ومصحفا جيد الخط أقرأ فيه القرآن. هذه أمنيته، يعني هذه أمنيته. وكان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول: تفقدوا الحلاوة في ثلاث: حلاوة يعني حلاوة القلب مش حلاوة الفم، تفقدوا الحلاوة في ثلاث: الصلاة والقرآن والدعاء، فإن وجدتموها فاحفظوا واحمدوا الله على ذلك، وإن لم تجدوها فاعلموا أن أبواب الخير عليكم مغلقة. وأي شيء أحلى من أن يقف المرء بين يدي الله عز وجل ينسى بالقرآن الكريم منه، والله هذا شيء يغبط عليه المرء، هذا شيء يغبط عليه المرء. ولا يخفى أني يعني في مثل ما أنتم عليه من إتقان، وهو كاسمه إن شاء الله تعالى إتقان لكلام الله سبحانه وتعالى، إتقان لكتاب الله عز وجل، إتقان لحفظ هذا القرآن العظيم. إذا أتقن الإنسان حفظ كتاب الله عز وجل تنعم به وتلذذ به. إنسان يقرأ سورة أو سورتين أو ثلاثة أو أربع سور وهو واقف لا يشعر أصلا بالوقت، يعني لا يشعر أصلا بالوقت. فهذه بعض يعني ما أردت أن يعني أن أذكر نفسي وإياكم به أيها الكرام، أن الإنسان يقبل على رسول على كلام الله سبحانه وتعالى، يقبل على دراسة القرآن الكريم، يقبل على محبة هذا القرآن الكريم، فإن الله عز وجل يكرمه في الدنيا والآخرة، إن الله عز وجل يكرمه في الدنيا والآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه المحاضرة أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يعني نكون من أهل هذا الكتاب العزيز الذين هم أهله حقا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأكرر يعني في نهاية الشيخ عمر شكر الإخوة الكرام، جزاهم الله عز وجل جزاك الله خير يا شيخ عمر. شيخ عمر تسمعني حفظك الله؟ أيوة تفضل يا مرحبا. الله يرضى عليك، جزاك الله خير على هذا العرض الثري والغزير جدا بالفوائد. الحقيقة كل دقيقة استفدنا فوائد كبيرة جدا، أسأل الله أن يزيدكم ويعظم لكم الأجر، كان اللقاء مات ومفيد جدا. هنا سؤال يا شيخ حفظك الله. الشيخ عمر تفضل. مع كثرة الشواغل حفظك الله، كثرة الصوارف، كيف يستمر الإنسان مصاحبا لكتاب الله عز وجل؟
دائما نتواصل مع عدد من الطلاب المنقطعين، فنجده يعني الأعذار كثيرة، صوارف كثيرة. كيف يوفق الإنسان أن يواصل المسير مصاحبا لكتاب الله عز وجل حتى يلقى القرآن يوم القيامة شفيعا له عند ربه عز وجل؟ إذا تأمل، الحمد لله، إذا تأمل الإنسان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، سيجد أن القرآن كان أهم عندهم من الطعام والشراب، ولا شك طبعا، يعني لا شك أن القرآن كان أهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام والشراب. إذا سألنا الإنسان المعاصر الذي يعيش في هذه الحياة التي نعيش فيها، الطعام والشراب ما أهميته في حياتك؟ يعني هل تستطيع أن تبقى يوما كاملا بلا طعام ولا شراب؟ سيجيب لا، لا أستطيع أن أبقى بلا طعام ولا شراب، لا أستطيع الإنسان أن يبقى بلا حاجاته الأساسية. نقول أن القرآن العظيم هو أعظم من الطعام والشراب، أن القرآن العظيم هو أعظم من حاجاتك الأساسية. القرآن الكريم هو الحاجة الأساسية بالنسبة إليك، القرآن الكريم هو الحاجة الأساسية بالنسبة إليك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه كان يركز في القرآن الكريم على شيء مهم، على الاستمرار، على الاستمرار، على التعاهد. لفظ التعاهد من الألفاظ التي تكررت في الأحاديث، وحتى أنا يعني كان لي مقال منشور عن تعاهد القرآن الكريم. لفظ التعاهد ولفظ التدارس، ما اجتمع قوم في كتاب الله يتدارسون القرآن الكريم، لفظ التدارس ولفظ التعاهد ألفاظ تدل على ديمومة التعلق بكتاب الله عز وجل. وذلك الإنسان الجاد الذي يريد أن يتعلق بكتاب الله عز وجل لابد أن يعطي القرآن وقت لا ينازع فيه، لا ينازع فيه. يعني لو أننا يعني طلبنا من إنسان مثلا وقت نصف ساعة، ساعة، أقل، أكثر، وقل ورتبنا له على هذا الوقت أجراً مثلاً، أجراً دنيوياً، هذا الأجر الذي يأخذه الإنسان من قراءة القرآن الكريم أعظم من هذا الأجر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاثة خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. ده طبعا أهل الإبل، يعني لو إحنا مثلا أردنا أن نقرب هذا المثال لأهل العصر، فلو إحنا مثلا قلنا لواحد: هل يعني هتكون مبسوط لما ترجع إلى أهلك وتجد مثلا ثلاث سيارات BMW مثلا، أو ثلاث سيارات مرسيدس، أو ثلاث سيارات، يعني أي سيارات فارهة؟ هو نفس الفكرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنتوا اللي هيرجع ويجد مثل هذا هيكون غاية الفرح. لا، قراءة ثلاث آيات خير من أن تجد ثلاث سيارات BMW، ثلاث سيارات مرسيدس. قراءة ثلاث آيات خير من ثلاث سيارات مرسيدس. لذلك الإنسان إذا علم شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، هان عليه ما يبذل. وشوفوا الإخوة الكرام الموجودين معنا في هذا البرنامج الكريم، انظروا إلى إخوانهم من أهل إفريقيا مثلا، تجد الطالب منهم معه لوح يقرأ فيه، أنت معك مصحف، هو لا يجد إلا لوحا يقرأ فيه. تجد يعني بس يعني الفرش الذي يجلسون عليها تجدها يسيرة غاية اليسر. أنت قد تجلس في بيت وربنا سبحانه وتعالى يكرمك كمان إن معك معلم، وكما يقول الشيخ إنه بيتواصل مع الطلبة اللي قد يعني تفتر همتهم شيئا ما. الله عز وجل يعطيك المعينات لكي تقبل على كتابه وكلامه سبحانه وتعالى، فإياك أن تبتعد عن نور هذا الكتاب العظيم. إذا رأيت كما قلت وأختم، إذا علمت شرف ما تطلب هان عليك ما تبذل، علمت شرف ما تطلب هان عليك ما تبذل، ولا أشرف من أن يطلب الإنسان كلام الله عز وجل، لا أشرف من هذا.
يعني لا يوجد شرف في الدنيا أعظم من أن يشرف الإنسان بأن يكون حاملا للقرآن العظيم. الله أكبر. حاملا للقرآن العظيم. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. حفظك الله الشيخ عامر وجزاك عنا وعن القرآن وأهله خير الجزاء. حقيقة اللقاء بدأ قبل تقريبا ساعة وذهبت الساعة سريعا، وكنا لله الحمد في هذا اللقاء مستمتعين بفضل الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل يعظم لكم الأجر ويجزي لكم المثوبة، وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى. أخوة يطمعون حفظكم الله بلقاءات كذلك قادمة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يرضى عليك ويحفظك يا شيخ. الله يرضى عنك يا رب ويرضى عنكم ويجعلنا جميعا من أهل القرآن العظيم يا رب. اللهم أمين. شكرا لكم شيخنا حفظك الله. استودعكم الله جميعا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.